السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلوى من قناة سنسونة سلوى، والنهاردة هنتكلم على مشكلة بتواجه ناس كتير ما عندهاش إرادة عشان تخس، ولو بدأت أي نظام بتلاقي يوم أو اتنين وتلاقي نفسهم زهقانين مش قادرين يكملوا فيه، حتى كمان بيكون يومهم ملخبط، بيصحوا الصبح مش جعانين مش عايزين يفطروا، يقولك دايما ملناش نفس ناكل، ولكن بالليل عايزين ياكلوا وجبة تكون وجبة رئيسية. هل يا ترى لو نظمنا عدد ساعات الأكل وحصرناها في وقت معين هل ممكن الجسم يحرق الدهون بشكل افضل؟ ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. هنتكلم على حاجة كتير منكم سمع عنها، هو الصيام المتقطع. يعني ايه؟ ببساطة الصيام المتقطع اللي احنا هنصوم عن الاكل عدد ساعات معينة، في خلال الوقت ده هنخلي جسمنا يفرز هرمونات وانزيمات هتساعده جدا على حرق الدهون. في خلال فترة الصيام مسموح لينا ان احنا نشرب سوائل، ممكن نشرب مية، نشرب شاي، ممكن ناخد كوب من القهوة ونحط عليه مكعب صغير جدا من الزبدة، ودي نوع من القهوة الحارقة للدهون بتساعد جدا، ممكن ناخد واحدة منها، ممكن نشرب اي اعشاب اي شاي، المهم ان هو بيكون من غير سكر ومن غير سعرات حرارية. هل يا ترى لو طبقنا النظام ده لمدة شهر هتكون في كفاءة لجسمنا؟ اكيد ان شاء الله، وهتلاقي وزنك بينزل بالتدريج، كمان عندك تحسن كبير جدا في الذاكرة، حرق الدهون بيكون اعلى، حتى في أنظمة عادية، أنظمة ريجيم عادية بيدخلوا معاها الصيام المتقطع عشان يحفز من حرق الدهون. يعني مثلا اللي سمع عنكم عن نظام الكيتو دايت بيبقى فيه نظام كيتو دايت مع الصيام المتقطع، هنسرع من حرق الدهون وكمان هنخلي مستوى السكر في الدم ومستوى الانسولين متوازن، وبالتالي مش هنحس بالجوع وقت كده او يكون عندنا شراهة في الاكل زي ما بنكون سايبينها كده مفتوحة. تعالوا نبتدي نركز ونشوف الثمان ساعات اللي احنا هناكل فيهم، هنحددهم كل حد على حسب ظروفه. فلو هتبدأي اول وجبة ليكي الساعة 12 الظهر، هتكون اخر وجبة الساعة 7، بنوقف الاكل ونبتدي بقى نشرب في المشروبات او السوائل اللي احنا مسموح ليها اللي احنا قلنا عليها. في حد تاني ممكن يكون مناسبه عدد ساعات معينة تانية، مثلا اول وجبة ليه تكون الساعة 2 الظهر ويفضل ياكل لحد الساعة 10 بالليل، بمعنى ان هو بياكل 8 ساعات وبيصوم 16 ساعة. النهاية او الاختصار للموضوع ان انت بتنقي عدد الساعات المناسب ليكي، وغير كده طول الوقت انت بتشربي سوائل وبتشربي مية عشان جسمك دايما يكون في مية. حالة الصيام اللي انت بتحطي فيها جسمك بتكون حالة صحية جدا. في حديث عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بيقول فيه صوموا تصحوا، معنى ان الصيام بيجوع الخلايا بيخلي جسمنا يحرق دهون بشكل احسن، بمعنى بسيط يعني لما بنكونش بناكل ما بيكونش فيه سكر في الدم، يعني بيكون مستوى الانسولين قليل، فنبتدي ندور عليه فنروح على المخزون الموجود في الكبد، وده بيخلص في حوالي 3 او 4 ساعات. بعدها الجسم بيدور على حاجة تديله طاقة وتديله نشاط تاني، فيضطر ان هو يحرق من الدهون الموجودة او مخزون الدهون الموجودة في الجسم فيدينا طاقة منها، فبالتالي كده احنا هتكون صحتنا احسن بكتير. نجرب الصيام المتقطع على الاقل عشان نشوف نتيجة كويسة، نجربه حوالي شهر، ممكن نكون بالتدريج للناس اللي هي مش قادرة تصوم في الاول 16 ساعة يكون كتير عليها، حاول اللي انت كل يوم كده ما تصحي الصبح تأخري الفطار ساعة لحد ما تقدري تصومي الساعات ديت، ممكن يكون الموضوع بالتدريج. وكل ما بيكون الجسم في حالة صيام ده بيخليه يفرز دايما هرمون النمو. هرمون النمو هو الهرمون الصحة، هو الهرمون المسؤول عن الانسولين، دايما الانسولين هيكون عندنا متوازن، ولما يكون متوازن هندي فرصة للخلايا الدهنية تحترق ونفعلا نخس من غير اي مجهود. النظرية بس الوحيدة ان احنا مع الصيام المتقطع بقدر الامكان نحاول ان احنا نقلل من النشويات والسكريات، كل ما هندي جسمنا نشويات وسكريات كل ما هيطلب اكتر، كل ما انت قاعدة تاكلي في كيك وجاتو ومعجنات كل ما هتكوني عايزة اكتر، ولكن لما تخلي الموضوع كده يعني ملموم شوية زي ما بنقول، نخلي الموضوع مقنن، مش كل يوم مش كل الوقت اللي احنا بناكل فيه النشويات اللي هي بتكون طبعا مش صحية، نحاول نبتعد اكتر حاجتين فعلا مضرين جدا هو الدقيق الابيض والسكر الابيض، نحاول ان احنا دايما ندور على بدائل صحية. اتمنى ان انتوا تجربوا النظام ده، ان احنا بنصوم 16 ساعة عن الاكل ولكن نقدر نشرب زي ما قلنا السوائل اللي احنا قلنا عليها، والثمان ساعات اللي احنا نختارهم ناكل فيهم على قدر الامكان ناكل فيهم اكل صحي، ونحاول ان احنا نجرب النظام ده.
شهر كامل وهنشوف فعلا اللي احنا بنتعود بالتدريج ونلاقي الشهية بتاعتنا بتقل. يعني عارفين كده لما تلاقي عندك وقت معين بس اللي بتاكلي فيه، فمش هتاكلي فيه 100 وجبة، اكيد هتاكلي فيه كمية اكل مش كتير. ولو انت بقى الموضوع فعلا انت عندك زيادة في الوزن جامدة جدا، فتقدري تحسبي السعرات الحرارية اللي هي مسموحة ليكي وتقللي منها شوية، وده هيخليكي تخسي. بمعنى انت لو ليكي مثلا 2000 سعر حراري في اليوم، لو خدتي بس 1500 سعر على مدار اسبوع مع الصيام المتقطع، اكيد ان شاء الله هتخسي. وزي ما قلنا اهم نقطة ان احنا نشرب السوائل دايما، وكمان نقلل جدا على قد ما نقدر من نشويات، وخصوصا النشويات البيضة اللي فيها دقيق الابيض والسكر. اتمنى النهاردة ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ولو عايزين كلام تاني هو الكلام ما بيخلصش في موضوع الدايت، وفي انواع دايت كتير، كل حد فينا هيناسبه نوع مش هيناسب النوع التاني، فانتي بتشوفي جسمك ايه اللي بيمشي معاه وايه الكلام اللي انتي فعلا مقتنعة بيه. عايزة اقول لكم ان فعلا فعلا الشبع بيكون من المخ، كل حد فينا عنده اعتقادات معينة، كل حد فينا عنده ظروف معينة، عشان كده في اختلاف كبير ما بين الأنظمة الغذائية. بتلاقي حاجة بتقول حاجة، في حد يقول لك لا ده الفطار مهم جدا لازم تفطري الصبح بدري، وفي ناس يقولوا لك لا الصيام المتقطع. فكل حد فينا هيناسبه حاجة. المطلوب منك ان انت دايما تكوني بتدوري على حاجة تناسب صحتك، لان اللي يناسبك مش ممكن يناسب غيرك. عشان كده هنفضل نتكلم وهنفضل نقول على الاكل الصحي اللي هو اهم حاجة ان انت دايما تكوني متبعاه في اي نظام غذائي. النظام المتوازن هو النظام اللي بيكون فيه اكل صحي، وكل ما بيكون رايح على الشكل الطبيعي زي ما ربنا خلقهن من غير اي مصنعات، وده بيكون احسن بكتير. لسه هنتكلم كتير على انواع دايت وعلى انظمة كتير جدا واكلات تنفع اللي احنا ناكلها في كل الانظمة. اتمنى ان انتوا ما تسيبوش كل حاجة للظروف وتقولوا ما عندناش وقت ان احنا نعمل دايت، ما عندناش فلوس نشتري اكل يكون ينفع للدايت. ما تسيبوهاش كده، خليكوا على قد الامكان او على قدر الامكان تعملوا اللي انتوا تقدروا عليه، والنظام اللي هيناسبكوا واللي انتوا حاسين ان انتوا مرتاحين ليه اعملوه. ولسه مكملين ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عمل اي اضافة. ولسه مكملين زي ما بقول لكم في وصفات واكلات وكلام تاني عن انواع دايت مختلفة ممكن تناسب ناس تانية. اتمنى ان شاء الله الفيديو النهاردة يكون عمل اي اضافة ليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامة.